قصص في العدل. عن عمر بن شيبة قال: قال عمر بن العاص لرجل: من تجيب يا منافق؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن عمرا نفقني، لا والله ما نافقت منذ أسلمت. فكتب عمر رضوان الله عليه إلى عمر، وكان إذا غضب كتب: إلى العاص بن العاص. أما بعد، فإن فلانا التجيبي ذكر أنك نفقته، وقد أمرته إن أقام عليك شاهدين أن يضربك 40 أو قال 70. فقام فقال: أنشد الله رجلا سمع عمرا نفقني إلا قام فشهد. فقام عامة من في المسجد فقال له حنتمة: أتريد أن تضرب الأمير؟ وعرض عليه الأرش أي الدية، فقال: لو ملأت لي هذه الكنيسة ما قبلت. فقال له حنتمة: أتريد أن تضربه؟ قال: ما أرى هاهنا طاعة. فلما ولى قال عمرو: ردوه. فأمكنه من الصوت وجلس بين يديه، فقال: أتقدر أن تمتنع عني بسلطانك؟ قال: لا، فامضي لما أمرت به. قال: فإني قد عفوت عنك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، عائد بك من الظلم. قال: عدت معاذا؟ قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالصوت ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه. فقدم فقال عمرو: أين المصري؟ خذ الصوت فاضرب. فجعل يضربه بالصوت ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. قال أنس: فضرب، والله لقد ضربه، ونحن نحب ضربه، فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه. ثم قال للمصري: دع على صلعة عمرو. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما ابنه الذي ضربني وقد استقدت منه. فقال عمرو لعمرو: مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. قال: يا أمير المؤمنين، لم أعلم ولم يأتني. ذكر الحافظ ابن كثير في ترجمة القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم أنه قال: وليت هذا الحكم، وأرجو الله أن لا يسألني عن زور ولا ميل إلى أحد إلا يوما واحدا. جاءني رجل فذكر أن له بستانا وأنه في يد أمير المؤمنين، فدخلت إلى أمير المؤمنين فأعلمته، فقال: البستان لي، اشتراه للمهدي. فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يحضره لأسمع دعوة. فاحضره فادعى بالبستان، فقلت: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال: هو بستاني. فقلت للرجل: قد سمعت ما أجاب؟ فقال الرجل: يحلف. فقلت: أتحلف يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا. فقلت: سأعرض عليك اليمين ثلاثة، فإن حلفت وإلا حكمت عليك يا أمير المؤمنين. فعرضتها عليه ثلاثا فامتنع، فحكمت بالبستان للمدعي. قال: فكنت في أثناء الخصومة أود أن ينفصل، ولم يمكنني أن أجلس الرجل مع الخليفة، وبعث القاضي أبو يوسف في تسليم البستان للرجل.